لماذا ندرس التوحيد؟ 我们为什么学习认拜安拉独一的信仰？ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد على الخلق. 因为安拉独一应受崇拜，所有的仆人都应该崇拜独一的安拉。 خلقنا حتى نوحد الله سبحانه وتعالى. 安拉创造人类。 以便让人类崇拜安拉 لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد 安拉不接受所有的功修只除是这个功修由认拜安拉独一的信仰作为基础 ولا يدخل الجنة إلا موحد 没有人能够进入乐园只除是崇拜安拉独一的人 التوحيد سبب لتكثير الحسنات 认拜安拉独一可以带来很多的福利 وتكفير السيئات الذنوب كي يشوشو هندو الذنوب